يا هالتفت لوز ما عد عايلك يا ترى عادتك تسوى يا اخي كم لين والله لازم والله اني اخرب الطبخات حتى ما طبع ورقه رز شوف شو اسوي الرز وخبز رز وخبز هذا الدجاج مع الدجاج خلي الدجاج مع الدجاج القشطة رجعها ممكن خلي بودي هناك ذرتين كل هنا ذرة اثنين حسين يا حسين يا حسين حسين وين راح؟ والله فخم ذا والله حلو أهلا وسهلا بيكم ترى عادتك تسلم التفت لوس ما عاد عليك أعوذ أعوذ بالله نرى مشط شعري أنا أبرجعكم على كذا جاء خالد أبرجعكم لا تخافون بس كذا بيجي بينصدمون بيقولون وش ليش كذا كيف رز وهذا نسوي وش نسوي بخليهم يجي إيرور يجي هنا في المخ إيرور إيش أبي إيش أبي بسوي لي جلسة تعال تعال بالله هذه طبخة هذه طبخة بالله كيف كذا ها اخوان يا البس 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 والله اني صادق والله يعني اتحدى اياه البس 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 تعال تعال اسمع اسمع قبل يجينا خالد حامد اهم شيء تعال 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 يا ولد بس تعال على مسؤوليتي انا مكفضحه شفت انت يا ذا والله انك بتجيب لي ورطه ها انت ذا المعسكر ذا بتجيب لي ورطه اجيب لك ايش دقيقه دقيقه يا رجال توكلنا على الله بسم الله والله يا ابي تعال والله ما حولك ما حولك احد قل لا اله الا الله لا توكلت على الله سرع 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 اليوم بنجيب ام الجحافل كلام رضي وش هي اسمع 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 ها اسمع دقيقه دقيقه هو اذا جاب يطبخ الرز وذا ما يحتاج قدر هذولاك يحتاجون قدر هذولاك يحتاجون قدر خليك هنا كش امر ذوي سيدي اصبر 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 جني كذا هذه يلا تدخل يدك تمام 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 وين جينا جينا شيء جنب امامتك ها
يلا امشي 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 سوي تعال بتسير تعال ليش كذا بس ايش تبي تسوي؟ انا بسوي العيشه دي يا ولد تعال تسجل نسوي على الله يا رجال خل حول الله خالد حامد يجينا ولا دقيقه لا حول ولا قوه الا بالله صدق لا ايش تبي تسوي العيشه؟ والله نطبخ تبي نطبخ؟ ها تصمر؟ ها والله نطبخ قوم والله؟ والله نطبخ والله نطبخ ايش يرجوني لو يدخل على الخالد من هنا؟ انا خايف يدخل على نعون خالد عادي بس خايف يدخل على نعون انا قول والله لا خالد الصامت مجنون اللي ما تعرف لا والله الا اخصموا عليها 10000 عون المنط ينطق تقول ايش انا شي ظهرني انا ايش اللي جابني والله تعال تعال بس والله في الصراحه في الصراحه تعال نطبخ طيب والله اليوم شغلهم ثنا ما في زيت اخوي لحم ما في زيت جيبوا زيت ما في زيت ها زيت ما في اسمع ادعاءنا ودنا صدقني ودي والله بنطبخ ودي كل يوم اسوي اطبخ بس اسوي سؤال 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 تطبخ ولا لا؟ تطبخ والله اطبخ والله الحين الحين والله تبني اطبخ الحين والله الحين دقيقة انا طبختها اعرفها كل شيء اعرفه نطبخ ما يحتاج كلام ولا يحتاج شيء نطبخ قول لا يا الله حق نطبخ توكلنا الله يلا والله اني صح هذا غدا انا بجيب لنا ورطه يا رجال اجلس 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 على بك اجلس اجلس بسولف معك اجري خلنا خلنا نفتح الثلاجه نلقى لنا شيء ولا شيء لا 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 فيها مواضيعنا مواضيع خاصه كيف حالك صدق طيب شلون ابغى لا شوف شوف راسي ديك سيد راسي ديك سيد راسي ديك